سؤال ثالث يقول: أيضا لدي عادة أداوم على فعلها، وهي أنني أصلي ركعتين قبل النوم، أقرأ فيهما الفاتحة وبعض السور القصيرة، فهل ذلك جائز أم بدعة؟ الوارد قبل النوم عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآداب التي يستحب فعلها أن يتوضأ الإنسان، أن ينام على طهارة، يتوضأ قبل النوم وينام على جنبه الأيمن ويقرأ بآية الكرسي وبالآيتين من آخر سورة البقرة، وأن يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أدعية كثيرة وجوامع. أما الصلاة قبل النوم والتزام هذا لا أعلم له أصلا من السنة النبوية. نعم.